أجواء صيفية اعتيادية وطقس حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة وطقس لطيف ليلا والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تأثرت المملكة خلال نهار اليوم بموجة غبار كثيفة أثرت على المناطق الشرقية وعملت على تدني مدى الرؤية الأفقية، ولكن تبقى الأجواء حول المعدلات في مثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق. وبالنظر إلى درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن نهار الغد بمشيئة الله تكون الأجواء صيفية لطيفة، قد تكون حارة في المناطق الشرقية، وكذلك الأمر في يومي السبت والأحد بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية، أجواء صافية، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة فتكون الأجواء صافية كما نشاهد هنا، درجة الحرارة تكون 29 درجة مئوية نهارا و21 درجة إلى 20 درجة مئوية ليلا، والأجواء صافية خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد ونبدأها شمالا من إربد. 32 إلى 19 درجة مئوية، أجواء صافية في المفرق 33 إلى 20، في جرش من 33 إلى 20 درجة مئوية، وفي عجلون من 32 إلى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 29 إلى 21، في الزرقاء 33 إلى 21، في البلقاء 30 إلى 21 ليلا، مادبة 29 إلى 20 درجة مئوية الأجواء صافية، والبحر الميت أجواء حارة 38 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. الكرك 29 إلى 21، في الطفيلة 29 إلى 21 أيضا، في معان من 32 إلى 19 درجة مئوية، في جبال الشرى 27 نهارا 18 ليلا، وفي العقبة أيضا الأجواء حارة جدا 39 درجة مئوية نهارا إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. في رويشد والصفاوي رياح نشطة تثير الغبار 38 إلى 22 في رويشد، 37 إلى 24 في الصفاوي، وأجواء حارة في الأزرق من 37 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.